مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، بصحة فطوركم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اكيد كنديروا واحد الجولة بعد بعد الفطور، كنشوفوا الاجواء كي دايره خصوصا تزامنا مع صلاة التراويح وصلاة العشاء، الله يقبل منكم يا ربي. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، الدنيا مازال خاويه خصوصا ما بقى والو على صلاه العشاء. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، وصلنا الى نهاية البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.